ابو مسلم بقى هاخدك على جانب الاخر من اللاعبين. المدير الفني زي ما الكابتن عادل بيفكر باستراتيجيه عامه، بمعنى انا في الباك اليمين عندي ثلاث لعيبه، فانا مهام الحته دي هي اللي هشتغل عليها مع الثلاث لاعبين. انت كلاعب بتحضر نفسك ازاي لمثل هذه المباريات؟ بص يا اسلام، زي ما احنا قلنا واتكلمنا، هي المباراه صعبه جدا. انت بتلعب قدام فرقه عارفه كل كبيره وصغيره عنك بشكل كبير طبعا. خلي بالك ان انت موجود، احنا كنا بنلعب زمان، كنت تلعب مثلا فرقه من جنوب من البرازيل او من سانتوس، او الفرقه دي كلها بتبقى موجوده. دلوقتي عندك الخصم بتاعك عربي، فعارف كل مفاتيح قوه النادي الاهلي فين بالظبط، عارف طبعا القوام الاساسي الموجود في النادي الاهلي بالظبط، ايه الخطوره، فانت مكشوف. يعني اللعب زي ما كابتن عادل قال، انتوا اتنين مدربين كاشفين الملعب بشكل كبير. النقطة اللي انت بتتكلم فيها، انا كموسيماني لازم يكون عندي رقم واحد في الباك رايت زي ما انت بتقول محمد هاني، رقم اتنين بيكام، رقم تلاتة اكرم توفيق. فالناس دي كلها لازم يكون انا عارف مين اللي هيلعب بالظبط. هو عارف خلاص. انت بقى كلاعب بتحضر نفسك ازاي؟ اكيد خلي بالك، احنا كلاعيبه كوره اكيد احنا عارفين انا هلعب ولا مش هلعب. طبعا هو ده قصدي يا كابتن عادل، ان انت ساعات بتبقى قاعد، المدرب مش ما بيقولش ان اسلام او عادل عبد الرحمن اللي هيلعب، لا، لكن بتبقى واضحه في التمرين، بيروح يعمل فاول، بيعمل اوفر، بتبقى باينه لينا. يعني ما هو عنده تكتيك، يا اسلام، كده كده انا عارف لعيب هلعب ولا مش هلعب. ممكن الاختلاف في المدير الفني في عنصر او اتنين، او عنصر يعني مثلا في مكان معين بيفضل، مثلا بيفضل بيكهام في الحته الباك رايت عشان مهني لو في اصابه ولا حاجه، او اكرم توفيق. فانا اقدر افضل الحته دي ازاي؟ بشتغل الشغل اللي انا عايزه وبشتغل عليه، وانت عارف نص ملعب يقدر يجيب دوت يجربه، وممكن يجيب التاني يجربه. فاحنا لعيب الكوره احنا عارفين انا هلعب انا رقم واحد او رقم اتنين. ده النقطة اللي بنتكلم فيها اللي انت كنت بتسأل فيها.